عسى صقار، اهلا وسهلا فيك مهرجان جرش. بنحب نرحب فيك وبنحب نسالك شو شعورك كفنان اردني بمشاركتك بمهرجان جرش لهي السنه، وشو بيختلف هذا المهرجان عن دوراته السابقه؟ اول شيء شكرا لكم على الاستضافه الحلوه، وطبعا المهم بمشاركتي انه مهرجان جرش مهرجان من اهم مهرجانات الوطن العربي، وهو يصنف من الارقام الاولى، فيعني لكل فنان له شرف يقف على خشبة هذا المسرح، لأنه مسرح للأمانة يعني خدم نجوم كثير ظهروا بالساحة الفنية على مستوى الوطن العربي والمستوى المحلي، فكان أنا لي الشرف أكون من أحد الزملاء المشاركين بمهرجان جرش لهذا الموسم والسنة اللي فاتت. طبعا السنة اللي فاتت كانت كمان حفلة ممتعة وإلها بصمتها، لكن لا السنة هاي أكثر كحضور جماهيري، لأنه السنة الماضية كنا إحنا متعلقين بجائحة كورونا والحمد لله زالت، وهي شفنا الناس عم تطلع ومتواجدة بالمدرجات، ففخور جدا بمشاركتي مهرجان جرش، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. كلمة أخيرة بس لجمهورك بمجلة ليالينا بعد إذنك على الكلمة. جمهور ليالينا طبعا من كل القلب بحبكم، وإن شاء الله دائما نظل على العطاء المستمر، ونكون عند حسن ظنكم وعند ثقتكم جميعا. تحياتي لكم عيسى السقار.